عفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. الحلقة هذه تختص بالصحة العاطفية، تحديدا الفكر الإنساني، ضمن عنوان الأساسي قدراتك الكامنة، ازدهر قدراتك اللاواعية. طبعا كل إنسان، طبعا هناك أبحاث سوف نوضح واحدة من هذه الأبحاث التي أجريت، بأن الإنسان عندما أي شيء ضاعها الصورة في دماغه، يتوقع شيء، يظن بشيء، يتحول إلى حدث كأن صورة حقيقية، كأن حدث حقيقية. لذلك الفرق بين النجاح والفشل هذا يكون يعود على الإنسان بذاته، وكذلك التحديات الحياة، وكيف نتأقلم مع الحياة، وكيف نفهم الحياة، وكيف نستطيع نمضي قدما في بناء ما نرجو أو نريد أن تحقيقه في حياتنا. لذلك في هذا الجانب أردنا أن نقدم يعني بعض نظريتنا في يتعلق بالصحة العاطفية. كل إنسان يجب الإيمان في تحقيق إنجازات كبرى في حياته بدرجة يمكن أن يرونها الآخرون بمثابة أعجوبة. يعني الإنسان غير محدود من حيث القدرات اللاواعية، ولديه إمكانيات هائلة لا حدود لها في أن يحقق نجاحات عظيمة وإلى آخره. خلق كل إنسان توأم، الجسد والروح كلاهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض إلا الوفاء، الموت. فلو طلعنا على دراسة أجرتها جامعة هارفارد وتم نشرها، طبعا هذه الدراسة أقاموها علماء وتم نشرها في مجلة هارفارد في بتاريخ 11 مايو عام 2017، والرابط موجود أدنى الشاشة، بعنوان The Power of Picturing Thoughts، الفكر الإنسان، قدرة الفكر الإنسان أو تفكير الإنسان. واكتشف العلماء من خلال التجربة بأن التفكير البصري تأصل بعمق في الدماغ البشرية أثناء الكلام. وهذه دراسة أقامتها بروفيسورة وهي في تلك الجامعة، جامعة هارفارد، اسمها ألينور أميت، في قسم علم النفس. ودراسة أخرى تم توصل إليها العلماء من جامعة سكرانتون في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم نشر هذه الدراسة في مجلة إنكوربوريشن أمريكا بتاريخ 26 يوليو عام 2016. توصلوا في هذه الدراسة بأن 92% من الناس لا يحققون أهدافهم. يعني لماذا فقط 8% من الناس هم الذين يحققون نجاحات، يحققون أهداف؟ هدف كل إنسان أول شيء هو النجاح في مجال الذي ينتمي إليه. لماذا؟ طبعا يوميا نحن نتعايش مع متغيرات الحياة، مع الأحداث والأشياء، مع كل الذي نواجه في حياتنا اليومية. ولذلك يتوقف الذي يعني كيف نحن نبني هذه الأفكار ونأخذ هذه التصورات في دماغنا وبالمقابل ننطلق إليها. على سبيل المثال، دائما كثيرين الناس، طبعا أغلبيتهم كثيرين، يركزون على الخسائر أكثر من أن يركزون على الإنجازات. فالإنسان كل يوم يركز ما الذي خسر، ما الذي لم يستطيع يحقق في حياته،
وبالتالي يلقى اللوم على الآخرين ولا شهدي أو يلقى اللوم على نفسه، بينما الذين يحققون النجاحات هم الذين يركزون على ما حققوا من الإنجازات ولو كانت إنجازات ضئيلة حتى لو بالنسبة ضئيلة، فتنمو بشكل باستمرار الانطلاقة من ذلك. هناك الناس الذين يركزون على الفشل، أنا فشلت لم أستطيع وكذا وأنا ما أستطيع أسويها ولا شاذي، هذه كلها سلبيات التي تبنى في على شكل التصور وتتوسع بشكل أكثر، ولذلك تؤثر على إنجازات الناس ولذلك يرون أنفسهم بأنهم فاشلين، بينما الحقيقة الآخرون يركزون على النجاح حتى لو كان نسبة ضئيلة حتى لو كان نسبة بسيطة. هناك الآخرون الذين يركزون على المصائب، طبعا كل إنسان هذه سنة الحياة، كل إنسان يمر بمصائب مختلفة، فقدان عزيز ولا شهادة وكذا، لكن هل نترك أن المصائب أو هذه تؤثر على معنوياتنا؟ تؤثر طبعا، الله تعالى خلق الإنسان بأن لديه القدرة بأن ينسى، صحيح ما ننسى أعزائنا من الذين سبقونا تركوا الحياة ندعي لهم، لكن في نفس الوقت نأخذ قدما في الحياة ونركز على كل الذي يعني الله تعالى جعل الحياة هي عجلة يعني تنمو يعني تستمر عجلة الحياة. لو سبيل المثال لو رجعنا إلى أجدادنا أو لو رجعنا إلى أبائنا، كانوا هما صغار ثم كبروا ثم نحن كنا مرحلة الصغار لأن كبرنا وكذا، فهي دوران الحياة اللي يأتي من ثم جيل إلى جيل آخر ولشهده، وبالتالي نتقبل أنها سنة الحياة، وبالتالي لا نترك المصائب اللي تؤثر على معنويتنا تؤثر على حياتنا اليومية، لذلك نركز على الرضاعة، نركز على القناعة التامة بأن كل شيء قدر وأراد الله تعالى. هناك أشخاص الذين يركزون على الأوهام، والأوهام أيضا تؤثر على معنويات الإنسان وتؤثر وتتوسع هذه الصورة بشكل أكثر وتؤثر في تحقيق ما يعني أحلامهم وطموحاتهم ما يريد يحققون في مجالهم، بينما الآخرين يركزون على الواقع، واقع الأحداث يواجهون. على سبيل المثال الذي حصل أحداث دنيوية، سبيل المثال الوباء هذا الكورونا فيروس الذي أثر كثير الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والذين يعني تأثير شكل على مستوى العالم، هل نترك هذه التأثيرات السلبية تؤثر على معنوياتنا؟ يعني علينا نتأقلم ونتعايش مع واقع الحياة بأن هي كلها تحديات وكلها كأنها فيتامين الحياة، وهي ستمر وكلها فترة مؤقتة وستمر، فهي عجلة الحياة تمر بشكل طبيعي. هناك أشخاص يركزون على الحزن، على سبيل المثال الشجار مع شخص أو التبادل في الكلمات أو يعني أي نوع من يعني من العلامات التي تؤدي الإنسان إلى الحزن، لكن الآخرون الذين يركزون على ما يصبوا يعني يريدون التحقيق في حياتهم أحلامهم وطموحاتهم يركزون على السعادة، يحاولون بأن يخلق لأنفسهم يجعلون هذه الصورة بشكل أوسع أن حياتهم كلها سعادة، كلها سعادة وفعلا تتحول إلى فعلا حياة سعيدة دائما. فلا تنسوا طبعا كثير نتعلم بشكل يومي، الحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، كل يوم نتعلم ونتعلم ونتعلم، لكن أردنا أيضا نركز على أن فعلا نتعلم، طيب نستوعب المعلومات ومن ثم نخزن هذه المعلومات، أليس ما هي الوظيفة التي تقوم بها أعضاء جسم الإنسان والأساسي هو المخ، دماغ الإنسان هو الأساسي، فبعملية التحكم على مزاجنا، التحكم على أعصابنا، التحكم على تصرفاتنا، التحكم على ما نريد ما بين اللي هي السمات في جانب اليسرى وفي جانب الأيمن. طبعا الجميع سيريد أن يركز على كل في جوانب اللي هي في جانب الأيمن، طيب كيف ذلك؟ لابد أيضا نفكر بأن وقود التي تغذي الخلايا الدماغية هي وقود أساسية والتي توصلنا إليها في خلال اكتشاف الماء الساخن وهو hot weight، أي بمعنى من منطلق من كلمة الإنجليزية التي صغناها بمعنى hot weight اللي هو تغذية دماغك، فقم بتغذية دماغك
حتى لأن أيضا دماغك تحتاج إلى وقود طبيعية حتى تتفاعل وتستطيع تحقق ما تسبو إليه في تحقيق في حياتك وتتجنب هذه كل السلبيات وكل الجوانب السلبية التي تؤثر على كثير من الناس. ومن ثم تنظر الحياة إنها فيتامين الحياة، التحديات فيتامين الحياة كما تحدثنا قبل قليل. الصورة هنا واضحة جدا، الماء الساخن، كأس الماء الساخن مهم جدا بشكل يومي ووفقا لكميات محددة وفقا لدرجة الحرارة وفقا للبرنامج، هذا مهم جدا جدا. غضي دماغك بالوقود الأساسية للحياة. لماذا؟ لأن العلم علمنا ذلك. فعندما نفتح القاموس ونفتح المعلومات ونشوف ما كمية، طبعا هذه الوقود التي يتكون بها الماء، يعني المواد الأساسية، وأولها طبعا يتكونها الماء الساخن عفوا. أول شيء الماء، الدماغ يتكون من نسبة 78% ماء، 78. طيب إذا استنزف كمية الماء في الدماغ عن تلك المحددة، إذا توقعونا كيف تكون أيضا طريقة تفكيرنا وتخزين المعلومات ومضي قدما في إنجازات ما نصل إليه تحقيقها. ذلك على هذا أيضا قد يؤثر سلبا، ونتجه إلى جوانب اللي هي في سمات الجانب الأيسر أكثر من نحن نركز على سمات اللي هي في جانب الأيمن، ونستطيع نحقق مزيد من النجاح. بالنسبة للأكسجين، الأكسجين الدماغ يخزن نسبة 20% الأكسجين، وهي الأعلى عن أي نسبة أخرى في أعضاء جسم الإنسان، وهي الأعلى. فيستقبل هذا الأكسجين بنسبة 20%. طبعا الأكسجين يعني الذي يستنشق من الهواء ليس كافيا، لأن نسبة 21% والباقي ثاني أكسيد الكربون وإلى آخره 78% نسبة في الغلاف الجوي، 78% ثاني أكسيد الكربون. لذا حتى نستطيع نحصل على كمية الأكسجين الكافية للتغذية في دماغنا يكون انطلاقا من الماء الساخن، لأن الماء يتكون من ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين. وبذلك أنت الذي عندما تتواصل مع وضبط برنامج الماء الساخن تغذي خلايا دماغية بماء وعلاوة ذلك بالأكسجين، وكذلك الطاقة استنادا للقانون الأول الديناميكي الحرارية. الحرارة الطاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، فحرارة الماء الساخن التي نحن حددناها مرارا تحدثنا بها هي أعلى عن جسم الإنسان. لذلك هي الطريقة الاستثنائية نقل الطاقة من الجسم الإنسان من الماء الساخن إلى الجسم الإنسان بالترطيب، وبالتالي بالمقابل تنطلق هذه الطاقة النتيجة تمدد الأوعية الدموية وتنشيط الدورة الدموية، وبمقابل توصيل الطاقة إلى الدماغ. فالدماغ تستهلك نسبة 20% الطاقة، وهي أعلى نسبة عن أي عضو آخر توقعوا. لذلك هذه يعني شبيهة كأن ماكينة السيارة يعني تحتر ويعني تتفاعل، ترتفع حرارتها عندما ينقص الماء في اللي هو ماء الريديتر يسمى ماء الماكينة. لذلك الجسم دماغ الإنسان محتاج إلى الطاقة أيضا حتى تتفاعل، يعني أساليب في عملية التفكير، في عملية التخزين، في عملية اتخاذ قرارات، في عملية التعامل مع الأحداث الدنيوية والأشياء هذه. فكيف نحصل على هذه الطاقة التي هائلة التي تحتاج الدماغ، وهي الأعلى عن أي عضو آخر؟ لذا تحدثنا قبل قليل عن الطريقة الماء الساخن وخلال دورة الدموية. أخيرا السر المفقود، الهيدروجين. العالم الأمريكي حائز على جائزة نوبل ألبرت جورجي تحدث مرارا عن الهيدروجين وبالتالي دماغ الإنسان، ولا طبعا اكتشف بأن لا تتحرك أي من الذرات إلا أن يرافقها الهيدروجين. إذا الهيدروجين مهم جدا، لأن الذرات اللي في دماغ الإنسان في عملية التخزين، عملية استيعاب المعلومات والتخزين واتخاذ القرارات، كل هذه تحتاج إلى الهيدروجين كأيضا كوحدة من الوقود الأساسية، وجميعها كلها لا يمكن حصلها إلا من خلال الماء الساخن. سبحان الله، جعل الله سبحانه وتعالى سببا نفع للأمة البشرية. وهذه طبعا أردنا نحن نقدم لكم ولو بنسبة قليلة
كيف تستطيع تغير حياتك؟ كيف تستطيع أن تكون من ضمن 8% الذين يحققون النجاح؟ ولماذا 92% فقط هم الذين يعني لا يحققون النجاح؟ فقط 92% لا يحققون النجاح، وهي نسبة أغلبية. لذا النجاح في يدك والقرار في يدك، فابدأ من اليوم، غير حياتك، استفيد من هذه المعلومات التي بقدر ولو بقليل قدمنا لكم. لكن تذكروا أن دماغك تحتاج إلى وقود، فغذي دماغك، حكويت دماغك بهذه المواد الأساسية حتى تستطيع تتقدم إلى الأمام وتحقق ما تريد أن تصبو، ما تريد الذي تحقق في حياتك. كن إنسان طموحات، أحلام وطموحات، وهكذا أنت وأنت أخي وأختي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.